عشقت الكرة لأن أمثالك يلعبونها فعلا. وهذا كلام مش كلام بنحتفي بضيف فبنقول الكلام الحلو وبنبالغ ساعات ولكن عزيز بودربالا واحد من المواهب الكروية النادرة في أفريقيا، أنا بقول على مستوى العالم. كان ممتعا في كل ما يقدمه في كرة القدم، ولو عصرته لأحببت كرة القدم من أجله. الحقيقة نحتاج لكلام كتير عن عزيز بودربالا، لكن لأنه ضيفنا النهاردة عايزين نقول للأجيال الجديدة من هو عزيز بودربالا. أعتقد عندنا تقرير عنه وعن مسيرته للأجيال الجديدة، لكن الأجيال اللي استمتعت بكرة القدم العربية واللي استمتعت بأداء أسود الأطلسي في كأس العالم عارفين كويس قوي مين هو عزيز بودربالا. هو عزيز في المغرب، عزيز على مصر، عزيز في قلوب القارة السمراء. هو عبد العزيز الإدريسي بودربالا، المشهور عند أهل ساحرة المستديرة باسم عزيز بودربالا. هو ضيف حلقة ملك وكتابة الليلة. بدأ بودربالا مسيرته الكروية في نادي الوداد قبل انتقاله عام 1984 إلى نادي سيون السويسري. ساهم معهم في تحقيق بطولة كأس سويسرا عام 1986. في هذه الفترة انضم إلى صفوف منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس العالم عام 86 بالمكسيك. قدم أداء عال في المستوى، ساهم بشكل كبير في تحقيق نتيجة التعادل السلبي أمام منتخبي إنجلترا وبولندا، ثم الفوز بنتيجة كبيرة على منتخب البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف. ولولا خسارة من ألمانيا بهدف لوصل مع منتخب بلاده لمراحل بعيدة في البطولة. ونتيجة لمستواه الرفيع احتل المركز الثاني في استفتاء أفضل لاعب إفريقي عام 86 خلف مواطنه بادو زاكي وأمام الكاميروني روجيميلا. بعد نهاية البطولة انتقل إلى نادي ريسينغ باريس الفرنسي، وساهم في احتلال المركز الثاني في بطولة كأس فرنسا عام 1990. بعدها انتقل إلى نادي ليون الفرنسي قبل العودة لناديه الوداد حتى اعتزاله. على مستوى منتخب المغرب لعب وشارك في إنجازات بلاده من عام 80 إلى عام 92. حصل بودربالا على دبلوم التدريب العالي من سويسرا، وتم تعيينه في 26 من مارس عام 2005 مساعدا لمدرب منتخب المغرب. في عام 2006 تم تعيينه مدربا لنادي الوداد بعيدا عن معشوقته كرة القدم. هو يعشق الفن خصوصا الموسيقى والسينما. بودربالا يمتلك شهرة إعلامية تفتح المجال أمام المخرجين للتعامل معه، فعمل ضمن طاقم البرنامج الرياضي القدم الذهبية الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في لعبة كرة القدم. يطلق عليه اسم ستار أكاديمي كرة القدم، كما أنه من خلال برامج الحوار التي شارك فيها كان آخرها برنامج كوميديا شو أظهر امتلاكه لموهبة حقيقية في التمثيل. شارك في تمثيل مسلسل بعنوان الفريق من إخراج محمد نصرات. ولا يبتعد بودربالا من الميدان الأثير إلى نفسه، أي ميدان كرة القدم، فالمسلسل يدور حول عشق كرة القدم والمسرات والأوجاع المرتبطة بهذا العشق الفاتن. ها هو اليوم على شاشة قناة الأهلي مع القيع والمنيسي لفتح نوافذ جديدة في الفن والتحليل والتمحيص لبطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا على الملاعب المصرية.